صباح الخير واهلا بكل الساده المشاهدين بينضموا الينا من خلال شاشه الثانيه. يوم جديد بيبدا مع حضراتكم ومصر جميله. يا رب يكون يوم مليان بالخير والحب والتفاؤل والامل على كل المشاهدين. النهارده عندنا موضوعين مهمين بنتكلم فيهم. النهارده هنتكلم على الصناعات الصغيره ومتناهيه الصغر وايضا الصناعات المتوسطه، والحقيقه ان ده مشروع هام جدا المفروض ان احنا كلنا نتبناه ونبدا نفكر ازاي نقدر ننمي فكرة الصناعات الصغيرة، لأن من خلالها ممكن يقوم الاقتصاد بشكل كبير. تفاصيل أكتر عن الموضوع هيكون من خلال لقائنا مع الأستاذ مؤتمن الجرحي سكرتير عام جمعية الصناعات. أما الموضوع الثاني فهنتكلم على اليوم العالمي للغذاء واللي بيوافق 16 أكتوبر النهاردة، والحقيقة أنه مهم جدا أن احنا يبقى عندنا تفاصيل أكتر عن الاحتفال العالم باليوم العالمي للغذاء وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة منظمة الفاو، واختار يوم 16 أكتوبر تحديدا لأنه ده تاريخ إنشاء هذه المنظمة سنة 1945. أهداف 2030 لمنظمة الفاو الوصول للعالم خالي من الجوع تماما. تفاصيل أكتر عن اليوم العالمي ومنظمة الأغذية أيضا والزراعة التابعة للأمم المتحدة هيكون لنا لقاء حول هذا الموضوع مع دكتورة صفاء حسن، دكتور في مركز تكنولوجيا التغذية. هنطلع فاصل مع كل مشاهدينا ونرجع على طول نواصل لقائنا مع حضراتكم ومصر.